النفسيه بتاعت ان البريكوشس ان شاء الله نكمل. كنا عرفنا بس عن نفسيه ايه ان البريكوشس بيوبرتي وقلنا بتبدا في الميل قبل 9 سنين، واول حاجه بتظهر هي التستيكلر فوليوم بتاعي يبقى اكتر من 4. طيب هو بيقيسوا ازاي؟ في حاجه اسمها الاوركيدوميتر، حاجه شكل السبحه كده فيها فوليوم زي كده، وبعدين بيقيم بقى يشوف التستيكل دي قد الحجم ده ولا اكبر من الحجم ده ولا اقل من الحجم ده وهكذا. تمام، اللي هي الاوركيدوميتر، ودي في الالستريتد ديت الصوره بتاعتها. ادي الاوركيدوميتر، وانس ان هو يوصل هنا للاربعه يبقى انا كده بدا يدخل في البيوبرتي. It is important to consider but it is important to consider the premature adrenal K والpuber K which is considered a variation of normal. يقول لك برضو حط في اعتبارك حاجة ان البيشنت اللي ظهر له مثلا البيوبيك هير ممكن يبقى عنده ادرينال كي، حاجة اسمها ادرينال كي ان الكورتكس كده ايه بيجي لها حبة شجاعة شوية كده، الادرينال كورتكس تبدأ تطلع لك الاندروجينز، فيبدأ بقى يظهر اللي هي الدايهيدرو الدهية او الدهية سلفيت، الدايهيدرو اي بي اندروستينيجون والدي هيدرو اي بي اندروستينيجون سلفيت، يبداوا يطلعوا فيبدا يحصل شويه في الفيراليزيشن يعني، لكن ده نورمال فاريشن مش بريكوشس بيوبرتي. يبقى بيقول لك الكنديشن شود بي اوير اوف فيراليزنج كونديشن ويتش ريزلت ان جوناتروفين بيقول از كونسيدرد فاريشن اوف نورمال بات وير تستيكلر انلارجمنت از نوت سين. هتلاقي الحاجات دي لكن مش هتلاقي معاها انلارجمنت في التستيكل، انلارجمنت في التستيكل ده بيوبرتي، غير كده بقى ده نورمال فاريشن بنقول ادرينال كي والبيوبر كي. وبرضه ان الكلينيشن شود اولسو بي اوير اوف فيراليزنج كونديشن ويتش ريزلت ان جوناتروفين اندبندنت بري بيوكوسيتي ساتش از نون سولفوسين كونجنت ادرينال هايبرفريزي، حاجه بتعمل فيراليزيشن لكن ما بتبقاش جوناتروفين ريزنج هرمون ديبندنت، شكل كونجنت ادرينال هايبرفريزي كونجنت ادرينال هايبرفريزي يبدا يحصل معاها فيراليزيشن، تلاقي البنوته كده يبدا يحصل عليها فيراليزيشن. فهم مثلا يعني يقولوا ده خلاص ده دخل في بيوبرتي او حاجه، لكن ده ما بيبقاش بيوبرتي او ده نون جوناتروفين ريزنج هرمون بريكوش اندبندنت بريكوستي، شكل نون سولت لوزنج كونجنتال هايبر بليزيا، الاندروجين بروديوسنج تيومر وير تيستيكل مي بي سمولر ذان نورمال، كل ده بتخلي بالك منه برضه. معلش الجوناتروفين ريزنج الكونجنتال هايبر بليزيا بنتكلم عليها هنا بتاعت المين في النون سولت لوزنج familial testo toxicosis when there is non-testicular enlargement or breast enlargement it is pseudo precocious. تمام تمام دكتور باي. طب المكونة البريت سندروم with poly ostotic fibrous dysplasia of bone and the coffee ulli patches في المكونة البريت سندروم، الحاجات دي كلها اللي ممكن تدخل معايا في الديفرنشال دايجنوس. وان البريكوشس بيبرتي از كلاسيفايد انتو حاجتين اتنين، يا جوناتروفين ريليزنج هرمون ديبندنت يا اما نون ديبندنت. الديبندنت اللي هي يعني جوناتروفين ريليزنج هرمون ديت بيسموها ترو، طيب الثانيه بيسموها سود اللي هي نون جوناتروفين ريليزنج هرمون ديبندنت. بريكوشس بيبرتي از كلاسيفايد انتو جوناتروفين ديبندنت بريكوشس بيبرتي سم تايمز كولد ترو or central precocious puberty and gonadotropin independent precocious puberty ويسموها pseudo precocious puberty. في gonadotropin precocious puberty puberty progress in a concordant manner and is driven by activation of the hypothalamic pituitary axis. في gonadotropin dependent يعني خلاص هيبدا الموضوع من فوق البيتوتري، gonadotropin releasing hormone stimulating hormone هيطلع من الهايبوثالاموس هينزل على البيتوتري هيطلع gonadotropin releasing hormone هينزل تحت على التستيكل وعلى الكورتكس هيطلع لي الاندروجينز. تمام، وهيبدا يدخل في المسار الطبيعي بتاعه ده في الـ في الـ في الـ في الديبندنت اللي هو جوناتروفين اللي هو الترو يعني اللي هو السنترال. بيقول جوناتروفين ديبندنت بريكوشنز بيوبرتي ان بويز از ريرلي ايديوباثيك، ريرلي ان هو يجي لوحده كده، ممكن يبقى ليه كوز يعني لو لقيت بيشن بريكوشنز بيوبرتي ابدا ادور على سبب، ما اقولش ان الموضوع ده ايديوباثيك. ما اقولش ان الموضوع ده ايديوباثيك، علشان كده البيشنت اللي هيجي لي لازم انفستيجيشن
علشان اوصل لدايجنوست. ممكن يكون الاندر في حاجه هي يعني ممكن يكون في برين تيومر هو اللي عامل لي الموضوع ده, حاجه سنترال هي اللي عامله لي المشكله دي, فلازم اعمل انفستيجيشن كويس للبيشن. البلد هعمل فيه تستوستيرون واف اس اتش وال اتش ان ريسبونس تو نيوتروفين ريليزنج ستيميليشن. الراديولوجي هعمل بون اتش واعمل ام ار اي في الهيد علشان استبعد ان مفيش تيومر. It is important to determine the underlying cause and treat this appropriately. لان احنا بنقول ان هي رير لان هي تكون ايديوباثيك, يعني ريلي ان هي تكون برايمري اكيد سيكندري الحاجه. فتعمل بقى ام ار اي وتعمل بون ايج عشان تشوف البيشنت ده ايه السبب ان هو يحصل له كده, اللي يحصل له بريكوشس بيبر ديبندنج اون ذا ايج اوف برزنتيشن وين ذير از نو تستيكلر انلارجمنت اور بيرس انلارجمنت ان فيميل اول 80% ار ايج باسيك اف ميل ار باثولوجيك. تمام حاجه كويسه. 80% الدكتور لو التستوستيرون الاف اس اتش ولا ريسبونس تو جين اتش ريليشن ستيميليشن. مش عارف بس هيدو جي ان ار اتش ويشوفوا البيشنت ده. طيب حد هيشرحه؟ مش عارف التيست ده بيتعمل ازاي يا دكتور والله مش عارف, لكن ممكن نبقى ندور عليه يعني ونشوف. ان شاء الله. It is important to determine the underlying cause and treat this. لو حد عارف يا دكاتره بتاع الجي ان ار اتش تيست بيقول ان التريتمنت depending on the age of presentation it may be important to stop. حسب البيشنت بقى, يعني البيشنت خلاص سنه سنتين هيدخل على البيوبرتي يعني ممكن اجل الموضوع شويه حاجه بسيطه كده وبعدين ابقى اسيبه. لو لسه بدري قوي خلاص لازم اوقفه. طيب لو خلاص السنه الجايه عادي مفيش مشكله. حسب البيشنت بتاعه حسب الحاله بتاعته. Depending on the age of presentation it may be important to stop the progression of puberty to reduce psychological distress. البيشنت لو لسه في الاول خمس سنين ست سنين سبع سنين وجاي لي بقى في بريكوشس بيوبرتي خلاص هيحصل له ستوب للجروس بتاعه النمو, يعني هيبقى قصير مش هيطول لان الجروس هرمون خلاص هيحصل له سيسيشن. فالبيشنت ده لازم اعمل ستوب للبيوبرتي, وعشان حتى السايكولوجيكال بروبلم بتاعته ما تظهرش ما يبقاش قاعد كده في الفصل في طالب في ابتدائي وصوته بقى عامل كده وشنب وطالع وحاجات غريبه. تريتمنت مي بي جيفن ويز لونج اكتنج جوناتروفين ريليزنج هرمون انالوج. هادي انالوج علشان اعمل سبريشن للموضوع. فكره ندي ايودين هتصير توكسيكوز عشان نعمل سبريشن للموضوع. ان كومباينيشن ويز سايبروتيرون اسيتيت شكل استخدمنا في حاله البي سي او سايبروتيرون كومبايند ويز اورال كونتراسبتيف بيلز عشان قلنا هو انتي اندروجين. Until the family and the child are psychologically prepared for puberty and reasonable final height likely to be achieved. هبدأ أعمل stoppage للpuberty لحد ما البيشنت يبقى نفسيا مهيئ إن هو يدخل في puberty, لأن أنا كل الموضوع أنا عايز أعالج المشكلة psychological اللي هتحصل بسبب precocious puberty وبسبب الgrowth velocity كمان. الgrowth velocity هتقل لو دخل في puberty. طيب لسه علشان كده اللي هو بيدخل في بيوبرتي ليت يعني بيبقى اطول شويه في مساحه للجروس هرمون ان هو يشتغل, لكن وانس ما بيدخل في بيوبرتي بتلاقي بقى الاستروجين يطلع ويعمل سيسيشن للجروس. بيقول في حاله كان الانوريكس نيرفوز ايه الحاجات اللي هي مش ممكن تعمل البريكوشس بيوبرتي, كنا اختيارنا ايه الانوريكس نيرفوز. قال الانوريكس نيرفوزا كوز ديلي بيوبرتي از low body mass index doesn't allow for normal progression of puberty. ال body mass index مهم جدا لان الموضوع كله بيعتمد على الكوليسترول. الستيرويد بايوسينسيز بيجي من الكوليسترول لحد في الادرينال كورتكس لحد ما يطلع لي بقى الكورتيزون لحد ما يطلع لي الالدوستيرون لحد ما يطلع لي الاندروجينز الثاني. الانوريكسيا نيرفوزا ما فيش الموضوع ده عنده فمش هيبقى فيه بروكوشس بيبرتي. doesn't allow for normal progression of puberty. حتى النورمال بروجريشن بتاع البيوبرتي مش موجود معاه. فما بالك بقى هيعمل بروجريشن بيوبرتي. The patient with anorexia nervosa have multiple hormone disturbances include the levels of SH والLH. بيبقى معاهم disturbed level
الـ FSH والـ LH هما الجونادوتروفينز، فمش هيحصل بريكوشيس بيوبرتي. اوكي يا دكاتره الحاله دي خلاص. الحاله دي طفل تقريبا لسه ما كملش 9 سنين، هنشوفها تاني 5 سنين، وجاي لي بقى ان هو بقى له 10 شهور كده عنده مشاكل، عنده بقى بيوبيك هير، و بدا ياخد الادلت تايب كونتور والاودر وبتاع، فخلاص شكينا ان هو داخل في بريكوشس بيوبرتي. بريكوشس بيوبرتي قلنا يا سنترال اللي هي بتبقى جوناتروفين ديبندنت، او نون جوناتروفين ديبندنت اللي هي السودو، يعني يا ترو او سنترال او سودو. في الفيميل شكل ما الدكتوره فايلت قالت ان في الفيميل بيبقوا 80% ايديوباثيك، لكن في الميل 80% باثولوجيك. يعني ميل جاي لي ببريكوشس بيوبرتي برايمري يعني جوناتروفين ديبندنت، اشك في مشكله. عشان كده تعمل البيشنت ايه في التستات اللي هو قال لك عليها؟ قال تعمل ام ار اي للبرين عشان تشوف لو في مشكله في الهيد ولا حاجه، وتعمل كمان البون ايج بتاعه، وتعمل اكس راي عشان تشوف البون ايج بتاعه، وتعمل الترا ساوند سكان اوف ادرينال جلاند علشان تشوف. طيب البيشنت ده اللي ممكن يعمل الحاجات دي كلها قلنا كله يعمل ما عدا الانوركسيا نيرفوزا، بسبب ان اللو بادي ماس اندكس بيعمل ديستربنس، وكمان بيبقى عنده لو ليفل ال اتش والاف اس اتش. الانوركسيا نيرفوزا في الميل وفي الفيميل، لكن في الفيميل اكتر. ندخل على الحاله الرابعه. You review a 6-year-old girl in your clinic whose family has recently immigrated from. احنا في كام ده؟ تمام. You review a 6-year-old girl, 6 سنين girl in your clinic whose family has recently immigrated from Slovakia. هلا جاي من سلوفاكيا وهي 6 سنين. For review by community pediatric team with delayed motor milestone and a delayed motor milestone and mild learning disability shows born at term. كان ولد بتاعها 3 كيلو و3 من 10 300 جرام. والدتها كانت 29 سنة. following and complicated pregnancy can smooth pregnancy. She reports that the child has problems with feeding for first few years. كان في الأول عنده مشاكل في feeding problem. And in particular needed nasogastric tube feeds for the first 18 months of life. في أول سنة ونص من عمره عشان كان عنده مشاكل في الاكل بتاعه، عشان كده كنا باستمرار كان بيحتاج نيزوجاستريك تيوب. كده مفيش حاجه يعني ظاهره عن البيشنت، يعني مقوله 3 كيلو 3 من 10 كله كان طبيعي، مفيش مشكله فيه غير مشكله الفيدنج دي. This has now settled and she is feeding very well. ودلوقتي خلاص المشكله اتحلت، والولد ما شاء الله ربنا كرم وفتح عليه وبياكل كويس جدا. On examination the child is overweight لدرجه كمان ان هو بقى overweight with a weight on the 9th percentile. في على ال 91 and height on the 9th centile وطوله كمان على ال 9th centile. She has short stubby fingers صوابع قصيره. One cafe ولي birth mark الكافيه ولي باتشز ديت واحده بس اللي موجوده على الابدومن بتاعه. And almond shaped eyes يعني almond shape. You suspect the child have Prader-Willi syndrome. انت suspect ان البيشنت عنده Prader-Willi syndrome. طيب Prader-Willi syndrome ده ايه؟ ده patient obese وhypogonadism. والبيشنت بتوع Prader-Willi syndrome يا دكاتره بيبقوا في بدايه حياتهم ضعفانين وتعبانين، لكن بعد كده بيبقوا عندهم hyperphagia. البيشنت يعني بياكل لحد ما يوصل على ايه بقى؟ طيب بيقول what is the likely underlying genetic cause of this condition؟ ايه بقى المشكله في البيشن ده؟ هل هو تريبلويد في الكروموسوم 21 يعني ترايزومي في هل هو داون؟ هل هو maternal unipotential isodisomy of chromosome 7 على الكروموسوم 7؟ ولا deletion of paternal copies of genes on chromosome 15؟ ولا مونوزومي؟ مونوزوم اكس اللي هو الترنر؟ ولا duplication of long arm of x chromosome اللي هو isochromosome x؟
اللي هي السي اللي هي الديليشن اوف باترنال، تمام، اللي هو كروموسوم 15. البرادر از باترنال ديزيز، البي مع البي، البرادر باترنال. وعشان برضه نفكر عشان بتلخبط، هو هل طب هو باترنال وبعدين يقولوا ماترنال ايزودايزومي او ماترنال دايزومي. هو بس نحفظها كده، الولد ده مامته بس اللي مربياه، باباه ما كانش عامل كنترول عليه، عشان كده مامته بتاكله وبتشربه لحد ما الولد بقى تخين، والولد بقى في ميناين كمان كان يعني ايه عنده هايبوجوناليزم، فدلوعه يعني، يعني بياكل كتير وبيشرب كتير، والولد ما شاء الله تخين وكمان هايبوجونال. ليه باباه مش موجود؟ باباه مش موجود، حصل له ديليشن عن الكروموسوم 15. Which one of the following would you not recommend as part of the therapy for this child؟ هتختار حاجه، هتعمل دايتيشن ولا فيزيوثيرابي ولا سبيتش ولانجويج ولا جروث هرمون ثيرابي ولا كارديولوجي ريفيو؟ انت هتعمل كل حاجه من الحاجات دي ما عدا حاجه واحده، يعني انت هتعمل كل الحاجات دي ما عدا حاجه واحده، ما عدا ايه بقى؟ ما عدا الكارديولوجي ريفيو. تمام. طيب يبقى احنا قلنا الحاله دي برادر ويلي سندروم، وقلنا هنعمل كل حاجه ما عدا الكارديولوجي، وقلنا البرادر ويلي احنا قلنا بقى هو باترنال ديزيز، باباه مش موجود، فالولد تخين ومتدلع وهايبوجونيك. اللي عكسه الانجلمان سندروم، الانجلمان سندروم مامته مش موجوده، فهو ماترنال ديزيز الانجلمان و بارنتال دايزومي، باترنال ايزودايزومي. بيقول بقى في البرادر ويلي سندروم The rare genetic disorder involving chromosome 15. طيب هو ازاي بيحصل اصلا ان يبقى بس بتاع الام اللي موجود لوحده؟ يعني ما هو معروف ان لازم اخد واحد من الام واخد واحد من الاب، ايه بقى اللي هيجيب بتوع الام لوحدهم؟ الاب يا مش موجود يا موجود ونون فانكشن، دي حاجه يعني، يا الاب نفسه محصل له ديليشن، كروموسوم 15 حصل له ديليشن، او انا خدته لكن الجين بتاع البرادر ويلي معمول له ديليشن عليه، فيبقى عندي بس بتاع الام اللي موجود. طيب هو امتى بس ان انا اخد بتاع الاب وبتاع الام؟ لو حصل ديسلوكيشن اللي هو عدم الانفصال، شكل ما بيحصل ترايزومي كده، هيحصل ترايزومي على الكروموسوم 15 مثلا، هياخد 2 من الام وواحد من الاب، 2 من الام وواحد من الاب، او العكس 2 من الاب وواحد من الام، ترايزومي انا على الكروموسوم 15 وتفر بقى، انا واخد 2 من الاب او 2 من الام او 2 من الام وواحد من الاب وهكذا. فيبقى الموضوع ايه يا دكاتره؟ اي سيل فيها 3 كروموسومز يبقى لازم تتخلص من واحد كروموسوم. فالمفروض البديهي ان انا عندي مثلا دلوقتي 2 بتوع الام وواحد بتاع الاب، المفروض تتخلص لي من واحد من بتوع الام لانه هو اللي كان حصله ترانس ديسلوكيشن. ما تخلصتش من بتاع الام، اتخلصت من بتاع الاب، يبقى اللي بقى لي ايه؟ 2 بس بتوع الام، سابتهم زي ما هم وخديت لي واحد بالغلط بتاع الاب، فيحصل الظاهره من هنا. العكس بقى لو حصل مثلا انا واخد 2 من الاب وواحد من الام، المفروض اشيل واحد من بتاع الاب، ما شلتوش سبته وبالغلط شلت بتاع الام، اتخلصت منه يعني، عشان الترايزوم اللي هيحصل ده ما هو حاجه فيتال يعني، مش عايز يبقى موجود يعني، فاتخلصت منه السيل، اتخلصت منه وسابت الاثنين بتوع الاب بس، هيحصل انجلمان سندروم. طيب في البرادر ويلي سندروم قلنا الفكره بتاعته ذا اندرلاينج جينيتيك از لوس اوف ذا باترنال البرادر ويلي سندروم ريجن اون كروموسوم 15 either by deletion او maternal، يا اما محصوله deletion يا اما انا واخد الاثنين بتوع الام ومش واخد حاجه من الاب. or translocation is incidence of Prader-Willi syndrome واحد لكل 20,000 حاله. during pregnancy mothers may report decreased fetal movement. بيوصف بقى حال الام اللي بتبقى pregnant في Prader-Willi. بيبقى البيشنت ده بريتش بريزنتيشن. most babies have a good birth weight 3.3 ده كويس جدا. but are noted to have the following features. The patient has hypotonia difficulty. hypotonia زيه زي الداون سندروم. داون برضه بيبقى هايبوتونيك. والفيردينج هوفمان سندروم برضه بيبقى هايبوتونيك. هايبوتونيا وديفيكولتي في الاستابليشنج ريسبيريشن وفور فيدينج وهايبوجوناد. قلنا بقى هايبوجوناد اهيت والهايبوتونيا البيشنت هايبو في كل حاجه فهو دلوعه يعني. Babies with Prader-Willi syndrome are classically described as having short, stubby fingers and almond-shaped eye. Problems relating to poor feeding persist throughout the infancy. في خلال سنة سنتين الأولين من عمره بيبقى المشكلة معاه في feeding problems. بعد كده often menacing as poor weight gain. ويبقى كمان وزنه قليل
بسبب مشاكل الفيدنج دي. في early childhood, delayed milestone becomes evidence. By the age of about 3 years, children with Prader-Willi syndrome usually begin to display signs of hyperphagia. بعد كده شكرا نقول بقى ربنا بيفتح عليه وبتاعه ويدخل بقى في hyperphagia and exaggerate food seeking behavior. وبعد كده خلاص بياكل اي حاجة بتقابله في سكته لحد ما يبقى ما شاء الله عليه. زي اللي بيلعبوا سومو كده في اليابان. If unchecked, this result in an excessive weight gain, significant number of patients go on to develop complications including obstructive sleep apnea. Obstructive sleep apnea البيشنت بسبب الاوبيزيتي ده وتلاقي لسانه يرجع لورا مثلا ولا حاجه فيحصل له سليب ابنيا, فالبيشنت يحصل له انترابشن, يحصل له سليب ديس اوردر, ما يعرفش ينام. سليب ابنيا سندروم ده مشكلته ان البيشنت ثاني يوم الصبح تلاقيه قاعد في الكلاس كده مدروخ وتعبان وعنده اسيدوزيس لان في اكيوميليشن للسي او 2 اللي انا مش عارف اطلعه طول ما انا نايم. هيحصل له اكيوميليشن للسي او 2, هيحصل له اسيدوزيس, هيحصل له كمول طول النهار. تلاقي البيشنت نايمان على نفسه وعنده اسيدوز كده بالنهار وعنده سليب ديس اوردر. But a significant number of patients go on to develop complications including obstructive sleep apnea, the poor sleep pattern, scoliosis, اللي هي الكيرف بتاع lateral curving بتاع vertebral column, poor coordination and delayed milestone with possible mild to moderate learning difficulties. Management of Prader-Willi syndrome patient the multidisciplinary and their families involved a multidisciplinary team involving هيستخدم معايا genetist والاندوكرينولوجيست والفيزيوثيرابيست والاوكيوبيشنال ثيرابيست والدايتيشنز والكوميونتي فيزيشن والسبيتش لانجويج كل حاجه, لانه عنده ديليت في المايلستون بتاعته, ديليت في الموتور هيستخدموا الفيزيوثيرابي, ديليت في السبيتش لانجويج هيستخدموا بتاع السبيتش لانجويج. عايز اعرف الجينيتك بتاعته, الجينيتك بيس بتاعه كان ايه, لازم يبقى في حاجه كذا حاجه. والاندوكراين كمان عند هايبوجوناديزم فلازم نستخدمه كمان اندوكراين. اندوكراين مانجمنت اوف بيشنتس بادل سيندروم فوكس اون بريفنتنج اكسس ويت جين مع الدايتيشن طبعا علشان الويت جين ده, and optimizing body composition in childhood and addressing hypogonadism and infertility issues in adolescent and as young adult. عشان اعالج كل المشاكل المترتبه على البيشنت ده. Growth hormone therapy is used primary for the improvement of body composition. The increasing muscle mass improves body tone. لو انا بدات احسن بقى بالجروث هرمون الموضوع ده هيحسن لي البادي تون, لان البيشنت ده عنده هايبوتوني, يحسن البادي تون بتاعي لو البيشنت بقى ماسكلر كده. And helps overcome the delay in developmental milestone. وهيحسن لي كمان delay في developmental milestone. البيشنت اللي عنده هايبوتوني مش هيقدر يقف, مش هيقدر يقعد, مش هيقدر يمشي, يحصل زيد في الديفلوبمنت بتاعه. لو انا خليت البيشنت ده ماسكلر شويه هزود التون بتاع المسل شويه, احسن الديفلوبمنت بتاعه شويه. ده طبعا بعيد عن ايدينا يعني, معلش يعني انا اسف, في مصر مثلا او في الدول بتاعتنا ما بيحصلش كلام, ما بيحصلش كلام ده خالص. دول بيتكلموا في البيست هاند, يعني ان الناس اللي هم قاعدين بقى في السنترز بره اللي هم معاهم تيم ورك اب وبتاع وبيشتغل. عندنا هنا ما شاء الله برادر ويلي بنروح حواليه بنوري النواب ده برادر ويلي وخلاص وبيروح. Some unexpected death have been reported in patients with Prader-Willi syndrome لو هم بياخدوا جروس هرمون. As part of the pre-treatment workup is advised to perform ان انا اعمل anteroposterior spinal x-ray to assess scoliosis. قبل ما ابدا بقى علاج اشوف البيشنت ده عنده سكوليوزز ولا لا, واعمل chest x-ray وبتاع عشان اشوف السكوليوزز ده والديجري بتاعت السكوليوزز قد ايه, لان في حاجات تبقى correctable وحاجات non correctable على حسب الديجري بتاعته. Not be an absolute contraindication to treatment. However, abnormal, ممكن اعمل بيقول كمان ايه, and the polysomnograph. البوليسومنوغراف ده اللي هي السليب ستادي. البيشنت في اثناء السليب بحط مثلا بالس اوكزيمتر, بحط الاي سي جي, بحط الاي اي جي, بحط كذا حاجه كده, فبعمل سليب ستادي اثناء البيشنت مهنيه. حاجات بوليسومنوغراف كده تبقى حاجات شامله كتيره جدا يعني. ممكن اعملها البيشنت بتاع البرادر-ويلي سندروم. بيقول ان البوليسومنوغراف هاويفر abnormal results would not be an absolute contraindication to treatment. ما تعتمدش على النتائج بتاعته قوي يعني. So more strength follow up may be present. يعني the other genetic disorder listed above included Down syndrome اللي هي الحاجات بقى اللي هو قال الترايسومي 21, ترايسوم 21, which can present like Prader-Willi syndrome بسبب الهايبوتونيا بتاعته, floppy infant with poor feeding. These children usually have other features characteristic of Down syndrome. شكل السنجل بالمر البيشنت بقى بتاع الداون بيختلف عنه في ايه؟
البيشنت سيت داون زيه زي بتاع البرادر ويلي في حالات البور فيدنج والفلوبي انفنت. لكن هيختلف عنه في ايه بقى؟ في عنده سنجل بالمر كرياز اب ستانتنج بالبيبر فيشر زي هاف تندنسي تو جين ويت as they grow older but not to the same degree as the children's brother will syndrome. برضو حالات الدوام بنلاقي الغالبية العظمى منهم أوبيز، لكن مش زي حالات البرادر ويل. حالات البرادر ويل كلهم أوبيز. maternal uniparental disomy on chromosome 7 result in Russell Silver. Russell Silver syndrome ده من الحاجات اللي بتعمل microcephaly أو البيشنت شورت. في البيشنت شورت وتراينجل فيس كده، وشه صغير كده وصير وولد كده شكله باين عليه وزع قوي صير، وتلاقي الفيفس فينجر بتاعه تلاقي كيرفيد انتيريور كده. ده الراسل سيلفر سيندروم which present with a small baby with intrauterine growth retardation. This baby usually have a small triangular face، وشه شكله صغير كده. And clinodactyly البيشنت تلاقي فيه ايه انكيرفينج كده للفيفس فينجر، اخر الليتل فينجر الصغير ده بتلاقيه عامل كيرفينج كده زي tend to remain small throughout their life، يعني بعيد عن البرادر ويليام. برادر ويلي طبعا تخين على طول. تمام، normal intelligent silver خلاص. يعني هو السيلفر غير النورمال انتليجنس بتاعه، يمكن بيتكلموا علشان في النيونيتال بيريود. النيونيتال بيريود بتلاقي عنده بور فيدنج برضه نفس المشاكل وصغير وبتاع شكل برادر ويلي، لكن مش هايبوتونيا زيه. يعني مفيش الكيرفنج ده، فيش السمول فيس تراينجلر، الالموند اي بتاعه البرادر مش موجود. طيب المنظم اكس ريزلت انترنال سيندروم، الترنال اللي هي الاكس او which present او اكس 0 يعني which present الفينوتيبيكال اس جير شورت ستيتشر ويبنج، مشهوره بقى ويبنج اوف ذا نيك وايد كارينج انجل، وفتح ايديها كده الكارينج انجل ما بين الارم والفور ارم بتلاقيها وايد. دوبليكيشن اوف لونج ارم اوف اكس كروموسوم، دي حاجه لحاله ثانيه اللي هي اسمها الايزو كروموسوم اكس. والريزلت هنا فينوتايب كوايت سيميلر تو ترنر سيندروم. والحته دي فيها كلام مهم جدا وكلام ما حدش يعني ما حدش شرحه قبل كده زي الدكتور ابو الاسرار. دكتور محمد ابو الاسرار هو بيشرح الترنر اتعرض لجزئيه الاكس كروموسوم ده، وكان بيقعد يسال اسئله مثلا كده إيه، امتى الترنر تبقى فيرتايل، امتى الترنر تبقى طويله، امتى الترنر تبقى كذا. فكان بيتكلم عن الترنر مثلا تبقى طويله لو حصل دوبليكيشن للاكس كروموسوم. المفروض يبقى انا مثلا عندي 2 اكس كروموسوم، انا بقى عندي اكس واحده بس، لكن الاكس الواحده دي باتنين شورت ارم او باتنين لونج ارم فور اكزامبل يعني. فالجينات بتاعه الطول محطوطه على الشورت ارم، فما يبقى عندي اتنين شورت ارم هيبقى عندي طويله على غير العاده، فتلاقي الترنر بقى طويله رغم انها اكس واحده بس لكن واخده اتنين شورت ارم مثلا، يحصل ايزو كروموسوم وهكذا. كان بيتكلم في الجزئيه دي كلام محترم يعني ربنا يبارك. فبيقول ان الاكس كروموسوم هيدي لك فينو تايب زي الترنر سيندروم والشورت ستيتشر ويبنج اوف ذا نيك، ده لو حصل للونج ارم. طيب لو حصل للشورت ارم بتاعها، يعني هو اللونج ارم انا بقى عندي اكس كروموسوم لكن حاصل له ايزو كروموسوم ان هو واخد الاثنين لونج ارم، يعني طب امتى ده يحصل لونج ارم وانا حاطط الاثنين اكس قصاد بعض؟ عمليه التصلب والعبور اللي بتحصل انا كانت لما يبقوا كده وبعدين ده كده وبعدين يحصل بقى سيبريشن، ده ياخد جزء وده ياخد جزء، ده ياخد جزء من هنا وده ياخد جزء من هنا، وبعدين ده يمشي كده وبعدين ده يمشي كده، وكل واحد ايه يبقى سيبريتد كده. طيب اول كروموسوم كده، كروموسوم كده المفروض ان انا بشده مثلا بخيط المغزل كده، بشده بقسمه نصين، جزء هيروح الناحيه دي وجزء هيروح الناحيه دي. لو هو اتقسم من النص، لو هو اتقسم كده طولي، لو هو اتقسم طولي. طيب لو الكروموسوم كان كده وانا بشده كده اتقسم بالعرض معايا، فهيتقسم بالعرض فانا هاخد جزء كده واخد جزء كده، هاخد اتنين لونج ارم مع بعض واخد اتنين شورت ارم مع بعض. لو اخد اتنين لونج ارم مع بعض هيديني نفس الترنر، هو اكس كروموسوم واحد مش اتنين. الايزو كروموسوم ده مش هيضايق نفسه تاني، مش اما يجي يدخل في عمليه ثانيه مش هيحصل له دوبليكيشن، فهيبقى اكس كروموسوم واحد. الاكس كروموسوم الواحد ده اكس كروموسوم الواحد ده لو هو اتنين لونج ارم هيبقى زي الترنر، طب لو هو اتنين شورت ارم هيبقى ترنر بس طويله. ويبنج اوف ذا نيك بات ان اديشن ذير از اذر اسوشيت فيتشرز لايك ديفلوبمنت ديلي مايكرو كيفالي وسيجر في حالات الايزو كروموسوم اكس. دي كانت كيس 4 بتاعه البرادر ويلي سندروم. في اي استفسار فيها يا دكاتره قبل ما ندخل على كيس 5 ولا مفيش كيس 5؟ في كيس 5. في اي استفسار يا دكاتره بنروح على كيس 5؟
تمام يا فندم. You are asked to review الدكتور محمد ابو الاسرار. معلش دكتور محمد ابو الاسرار هبعت لحضراتكم اللينك بتاع المحاضرات بتاعته. هو مش على اليوتيوب، هو بيشرح الكتاب بتاع سنه خمسه بتاع الاطفال بتاع جامعه القاهره. هو في جامعه القاهره تقريبا، عين شمس. لا هو في عين شمس. بيشرح بس طب اطفال يعني، انما مش قناه على اليوتيوب لان هو بيدي كورسات. فهبقى ابعت لحضراتكم اللينك، بس حد يفكرني بس يعني، هو اللينك عندي، هبعت لكم اللينك بتاع المحاضرات بتاعته كلها، تبقى حضرتك تنزلها اللي انت عايزها. بقول طيب الكيس 5، يو ار اسكت تو ريفيو 12 يير اولد جون باي سيرجيكال اس اتش او، اللي هو السنيور بتاع الجراحه تقريبا. تمام. جون هاز سيريبرال بولسي، جون عنده سيريبرال بولسي. هي هاز بين ادميتد تو سيرجيكال وورد فور ادينو تونسيليكتوم، عشان يشيل اللوز والاحمال. اس اتش او بتاعك از كونسيرند اباوت جون رينال بروفايل ذات شو ذا فولوينج. رينال بروفايل بتاعه عنده ايه؟ عنده الصوديوم بتاعه 128، عنده هايبوناتريميا، عنده هايبوناتريميا وهايبر كاليميا، عنده 6.4 هايبر كاليميا، يعني حاجه بترمي الصوديوم وبتسحب البوتاسيوم. هو الطبيعي ايه؟ الطبيعي ان الالدوستيرون يسحب صوديوم ويرمي بوتاسيوم، يسحب صوديوم ويرمي بوتاسيوم، ده ما بيحصلش. اليوريا بتاعته 6.3 عاليه، الكرياب بتاعه 54 في النورم. جون ماذر ريبورت ذات شي هازنت بين هيم سيلف فور ذا لاست فيو دايز، اللي هو الولد مش هو يعني. هي هازنت بين هيم سيلف بقاله كده كذا يوم مش مظبوط. اند هيز ماذر از كوايت ذان يوجوال، وبتقول ان هو هادي على غير العاده. اون اكزامينيشن جون از واز درون، الولد كده شكله مدروخ وتعبان. هيز بلاد بريشر از لو، التمبريشر بتاعه كان 35.9 يعني حوالي 36. He has dark pigmentation of an old scar on his chest wall. عنده dark pigmentation. يعني الولد ده عنده هايبوناتريميا، عنده هايبوكاليميا، عشان كده عنده هايبوتنشن بسبب الهايبوناتريميا، وعنده dark pigmentation. البيشنت ده يدخل في ايه؟ اديسون. تمام. بيقول لك which one of the following investigation would be most useful in acute management in patients select one answer. هعمل البلازما رين ولا راندوم جلوكوز ولا راندوم كورتيزول ولا انتي ادرينال انتي بودز ولا الاي سي تي اتش. البيشنت ده هعمل له ايه يا دكاتره؟ طيب الاديسون انا ببقى خايف من البان هايبو بتوتريزم، يعني هيبقى كل حاجه قليله. اعمل له راندوم بلاد شوجر. تمام. Which of the following would be useful in diagnostic investigation؟ Select two answers. Very long fatty chain acid. 24 اور امبيوليتري بلاد بريشر. ال 24 اور امبيوليتري بلاد بريشر ده جهاز كده بيحطوه على الدراع ويثبتوه على البيشنت ويسيبوه بقى 24 ساعه، الجهاز ده يبقى يسجل الضغط علشان يشوف مثلا الضغط بيعلى بالليل بيوطى. ديبنج، حاجه اسمها ديبنج ونون ديبنج في بلاد بريشر، دول هايبر تنشن يعني هم اللي كانوا بيقولوا. هعمل تروبونين 1 وتي ليفل ولا الايكو كارديوجرام ولا الترا ساوند بتاع الكدني. هعمل البيشنت ده ايه؟ هو مختار ان انا هعمل الفيري لونج تشين فاتي اسيد اسايل كوين. هو عايز اجابه واحده بس. لا تمام، عايز اجابتين. تمام A و C، هو اختار ال A و C. طيب قدامنا 4 دقايق ان شاء الله نكون قرانا فيهم الكيس. بيقول ادرينال انسفشنسي. الادرينال انسفشنسي بس نفرق ما بين حاجه برايمري وحاجه سكندري. حاجه برايمري حاجه في البيتويتري، اكتر حاجه في البيتويتري في الكورتكس يعني في الادرينال كورتكس. اكتر حاجه فيها دكاتره اوتو ايمون ديزيز وانفكشن، واكتر حاجه في الانفكشن التي بي. التي بي مشهور جدا بادسون، تي بي اديسون، تي بي اديسون مشهوره معاه. دول ممكن يبقى برايمري وسكندري. برايمري هو الاديسون، وده يبقى دامج بسبب الادرينال جلاند، سبب اوتو ايمون ديزيز او انفكشن او هيموريج او مالجننت اي حاجه، لكن الكومن اوتو ايمون تي بي.
اما يبقى مفيش برودكشن للكورتيزون ولا في برودكشن الالدوسترون، قلنا الالدوسترون كان بيعمل ايه؟ كان بيسحب بوتاسيوم، كان بيسحب صوديوم ويرمي بوتاسيوم في اليورين. دلوقتي مفيش، فالبوتاسيوم هيعلى عندي لان في مساحه ان هو ما يترميش، خلاص هيعلى في الدم والصوديوم هيترمي. يبقى هايبوناتريميا وهايبوتنشن وهايبركاليميا، هيبقى في هايبوجلايسيميا، يبقى في هايبوجلايسيميا لان مفيش برودكشن للكورتيزون. طيب الاي سي تي اتش بقى بالفيدباك ميكانيزم هيزيد في حاله البرايمري، هيزيد. طب هو زايد بيطلع مع الميلانوسايت ستيمولينج هرمون، هيزود لي كمان البيجمنتيشن شكل ما بيحصل في الكونجنتال ادرينال هايبر بليزيا، فهيحصل فيه بيجمنتيشن. هتلاقي البيجمنتيشن ده في الميوكوس ميمبرين والاولد سكارز والادرينوليكوديستروفي. عشان عشان الادرينوليكوديستروفي عشان كده بعمل الفيرونج تشين فاتي اسيد اسيلكو. تمام. بيقول اور ديفكت في ادرينال هرمون برودكشن سيكندري او سيكندري، السيكندري بقى مور كومن ذان برايمري. السيكندري ده مور كومن، يبقى مشكله فوق في البيتويتري. ريزلت فروم لاك اوف ذا ستيمولينج هرمون ادرينوليكوديستروف، يبقى في ديفكت ان انا افراز الاي سي تي اتش ذات از برودوسد باي ذا بيتويتري جلاند، في مشكله في البيتويتري فما بتطلعليش الاي سي تي اتش. ات از سين فور اكزامبل ان كيس اوف سيبتو اوبتيك ديسبليزيا، في مشاكل في الديفلوبمنت بتاعه السيب تو اوبتيك ديسبليزيا في الفيس كده، وفي مشاكل في الديفلوبمنت بتاعها، فما بيظهرش معاها البيتويتري، ما يظهرش معاها البيتويتري، ما يظهرش معاها الثايرويد، ما يظهرش معاها الساينس، كذا حاجه بتحصل في السيبت اوبتيك ديسبليزيا. سيرجيكال او ريديولوجيكال دامج، لو انت عملت سيرجيكال او ريديولوجيكال ريموفال للبيتويتري، لو بتدي هاي دوز سترويد هتعمل لك سوبريشن لو في حالات ماشن كوشن ولا حاجه. او اولسو ريبورت ان كيس اوف هاي دوز سترويد ثيرابي يوز ان ذا مانجمنت اوف بريتل ازما، بتعالج ازمه وبتدي هاي دوز سترويد ممكن تدخل معاك في اديسون. سام درماتولوجيكال اند جاسترونتستينال كونديشن، برزنتيشن اوف ادرينال انسفيشنسي انسيدوس والسيمبتومز اوف فاتيج لوس اوف ابيتايت لوس اوف ويت فوميتنج دايريا هيديك، حاجات كده برضه نون سبيسيفيك. البيشنت هيزولي هيبقى جاي لي فور ويت جين، لو بلاد شوجر ليفلز، لو بلاد بريشر، and the primary hyperpigmentation due to increased ACTH في حالة البرايمري، لأن يظهر هيطلع معاه الميلانوسايت. لكن لو هو بس بيطلع الـ ACTH لوحده مش هيحصل له hyperpigmentation. Patient can present in Addisonian crisis that is medical emergency. البيشنت بتاع الـ Addisonian crisis ده لازم ياخد كورتيزون، هيدروكورتيزون. البيشنت بتاع الـ Addison ده دكاترة بيتعالج بإيه؟ بيتعالج بحاجتين، بيتعالج بهيدروكورتيزون عشان الجلوكورتيكويد، وبيتعالج بالفلودروكورتيزون لأن له ألدوسترون أكشن. يعني الهيدروكورتيزون لوحده ملوش الدوسترون اكشن، فلازم اضيف معاه الفلودروكورتيزون. الانفستيجيشن بتاعتك صوديوم وبوتاسيوم وبلازما رين اكتيفيتي. المانجمنت بتاعك هتعمل ريبليسمنت للسترويد هرمون ويز هيدروكورتيزون وفلودروكورتيزون ويز اوزاوت يعني، لكن الفلودروكورتيزون ده برده من الضروري عشان الالدوسترون اكشن بتاعه. اف بلازما رين اكتيفيتي انكريزد، هتدي البلازما رين اكتيفيتي انكريزد بسبب الهايبوتنشن، فبيزود الرين انشس الدوسترون سيستم، بيزود الرين اكتيفيتي بتاعتك اللي هي زايده. البيرنتس اند هيلث كير بروفايدرز نيد تو بي فولي اوير اوف ذا بوسيبيليتي اوف ان اديسونيان كرايسيس اند ذا نيد فور انكريزد ستيرويد كفر ان تايم اوف سيفير ستريس فيك اكيد ايلنس وتروما سيرجري. في حالات التروما والسيرجري والايلنس والبيشنت تحت ستريس ازود الاسترويد بتاعي، لان لو ما زودتش الاسترويد بتاعي ما عملتش كفرج بالاسترويد البيشنت هيدخل مني في اديسونيان كرايسيس. هو بيقول ان انا عملت الفيرولونج تشين فات اسيد اسيلكو ايه علشان استبعد الادرينال ليكودستروفي،